فان شاء الله باذن الله موضوع كورونا هيعدي بسلام ان شاء الله. احنا شاء فاكرين الله. ان شاء الله الحمد لله الحمد لله. يعني طبعا كل الدراسات الجديده كنت طيب الاول يا دكتور يا حبيب الصحه والسلامه رمضان كريم الله اكبر. الدراسات الجديده اللي نازله اتكلمت في حاجتين انا اتكلمت فيهم اكتر من شهر والله. موضوع تاثير درجه الحراره المرتفعه واشعه الشمس على نشاط الفيروس، مش ان هي بتموته لا، ان بتقلل نشاطه، لان هذا الفيروس الحقيقه هو من عيله فيروسات موسميه اللي هو السارس وكورونا القديم. الفيروسات دي بتنشط في الشتاء وبيقل نشاطها في الصيف، وهو من نفس العيله. فانا توقعت الكلام ده. النهارده الدراسات الجديده طالعه كلها بتقول فعلا ان درجه الحراره هتاثر باذن الله عليه وعلى نشاطه. موضوع تاني اتكلمت فيه موضوع تكييف. وده على فكره انا اتهاجمت فيه كتير، يعني قال لك يلا يلا بقاش ايه الكلام اللي بيقوله هاي النظريه، مال التكييف ومال الموضوع. وانا وضحت الكلام ده، ان التكييف مش التكييف في البيت، يعني انا قاعد انا وزوجتي في البيت ولادي مفيش مشكله ان شغل التكييف، انما الاماكن المغلقه اللي فيها ناس تجمعات كتير، يعني مثلا اتوبيس، ميكروباص، مكتب شغل فيه ناس، في تكييف طبعا في خطوره ان الفيروس ينتقل عن طريق هذه الدائره المغلقه في التكييف. انا قلت الكلام ده من شهر، من يومين في ثلاث دراسات لسه نازلين جداد خالص منشورين في مجلات علميه دوليه، قال لك اولا تجربه حصلت شافوها في الصين، ان في مطعم في احدى المدن، مطعم صغير مقفول، التكييف اللي هو السبليت العادي مش أي. مركزي ايوه، في مواطن جه من ووهان قاعد ياكل في ترابيزات حواليه اي وبي وسي، دراسه علميه، فلقوا ان تسعه الراجل ده كان عنده الفيروس ومش باين عليه الاعراض، تسعه اصيبوا، فتبين ان الهواء بتاع التكييف بينقل الداخلي ده. يعني لما يبقى في اماكن فيها اكتر من شخص ما يفضلش الناس تسيب الباب، يعني او تقفل الباب وتقعد جوه التكييف، لازم تهويه. عشان كده بقول اتوبيس افتح الشبابيك كلها، وطبعا مع التباعد ولبس الماسك وكله ونتحمل الحراره، الماسك لازم. عايزين بقى حضرتك لازم نبقى تفيدي، انا لو متواجد في اي مكان في اخرين لازم ابقى لابس الماسك والاخرين طبعا. فدي لازم نبقى عارفينها، يعني اي مكان في ناس او انا في وسط اي تجمع اي مكان، المكان اللي انا موجود فيه لازم البس الماسك، ده ضروري بغض النظر على البيت عشان ما حدش يقول لك احنا بنقول كده. لا في البيت، لا حضرتك في البيت دلوقتي انا واولادي خلاص احنا عارفين الحمد لله ما بنخرجش اساسا، فما فيش مشكله. انما انا رحت في مكان هبدا اتحرك، اروح حته، هركب المترو، هركب الاتوبيس، هركب ميكروباص، هروح مكتب شهر تاكسي، عقاري، هروح شهر عقاري، مرور، تامينات، اي حاجه، اي حاجه لازم ابقى لابس الماسك، ما اقلعوش نهائي اللي لما ارجع. وانت عارفه ازاي نتخلص منه بعد كده، بنطهر ونقص ونرمي. بالظبط. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، فضل. احنا مش عايزين نربط العادات الطيبه الصحيحه بموضوع كورونا. يعني خلينا بقى نجيب موضوع كورونا ده، ان شاء الله هيعدي وربنا يسهل وتنتهي هذه الازمه ان شاء الله. عايزين نفضل نتمسك بهذه القواعد بتاعه النظافه العامه، تبقى منهج في حياتنا. يعني لازم خلاص من هنا ورايح، دي حاجه ما فيش حاجه اسمها ان شاء الله بعد الازمه بقى نرجع بقى ما نغسلش ايدينا قبل الاكل، لا 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 خلاص انتهى الكلام ده. لازم هتبقى حياتنا بعد كده لازم نغسل ايدينا بميه والصابون قبل الاكل وبعد الاكل. بلاش حكايه بقى نرجع موضوع القبلات والاحضان في الشوارع وعمال على بطال في المكاتب وكده، ده انتهى للابد، خلاص ما يرجعش تاني. موضوع ان احنا ناكل مع بعض في اطباق في الشارع او في حتت ونغمز والكلام ده مع بعض ثلاثه في طبق، دي حاجات خلاص نعتبرها مش مرتبطه بكورونا، دي هيبقى منهج حياتنا طول عمرنا. نتمنى يا دكتور. لا ده لازم، موضوع ان احنا نقلع الجزمه على باب الشقه دي عاده نكملها باذن الله. يعني ما نربطش العادات الجميله دي اللي هي النظافه العامه، العادات الصحيه اللي احنا اكتسبناها او اللي الناس بتركز بالظبط فيها من ايام، يعني من وقت ظهور كورونا، ان احنا ما نفتقدش هذه العادات دي، هتستمر دلوقتي وبعد كده. طب حضرتك متفائل يا دكتور ان احنا ان شاء الله هنخرج قريبا؟ يعني طبعا ان شاء الله باذن الله. انا طول عمري كنت متفائل ولا زلت ان العمليه دي ان شاء الله هتعدي، وانا اتوقع ان اخر مايو يبدا يبقى عندنا في مصر في انحسار لهذا في دراسه ظهرت مؤخرا في سنغافور كانوا بيتكلموا على موعد انتهاء الفيروس. انا كنت سعيد ان دي دراسات علميه، يعني ناس مش قاعده بتعمل، لا ما طبعا بتكلم على دراسه في سنغافور، دراسه علميه طبعا. اللي انا قلته من شهر ونص ان شاء الله مايو كلمه السر ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله على نهايه مايو
نبدا يعني حضرتك مؤيد لهذه الدراسه والموضوع. انا قلت قبل الدراسه ما تتقال يعني، بس عشان الناس بس تبقى فاهمه يعني، الاستاذ الدكتور هاني الناظر هو كان رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، يعني راجل اجرى ابحاث كتير جدا وتلقى عدد كبير جدا من الابحاث، وكان مشرف على عدد كبير جدا من الرسالات، عشان كده انا بساله في صميم تخصصه. يعني انا مؤسسه بحث، وبعدين احنا تعودنا حضرتك ان احنا نقرا ونرجع للمراجع العلميه. يعني اما بطلع اتكلم في حاجه ما بفتيش من عندي، او مثلا قعدت فتحت الفيسبوك ولقيت الناس بتقول ايه وارجع اقول الكلام ده، لا 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 مش دعوه بالكلام ده خالص. لازم يبقى عندي مرجعيه علميه، لازم ابقى بني كلامي على دراسات سابقه. فانا قلت الكلام ده ان شاء الله، إن وفي دراسه بتاع سنغافور وده اتقالت في امريكا اول امبارح يعني رسميا يعني. طب كان في برضو بعض الاطباء يعني، خليني اسال حضرتك، وده ربطوه شويه بالامراض الموسميه اللي هي اللي احنا متعودين عليها بتاعت الربيع، قالوا انه احنا ربما نواجه جيل اخر. بعض الاطباء في امريكا مثلا على سبيل يعني المثال قالوا انه ربما نواجه جيل اخر من الكورونا او جيل متطور من الكورونا مع شهر 9 اللي جاي. الفرنساويين او الاطباء الفرنساويين بيقولوا لا، ان ده مش هيحصل، والدراسه بتاع سنغافور بتقول ان ده لا مش هيحصل. بعض الدول هتخرج وبعض الدول لسه هتفضل مكمله في الازمه شويه، ومنها الولايات المتحده الامريكيه. راي حضرتك؟ بص حضرتك، هو احنا اتفقنا ان هو الفيروس هو نوع او من عيله فيروسات موسميه. يعني ايه موسميه حضرتك؟ يعني بتنشط في الشتاء جدا الفتره من اول نوفمبر، وتزداد في ديسمبر، وبتبقى قمه نشاطها فتره فبراير ومارس زي ما حصل كده. لما بيجي الصيف ودرجه الحراره ترتفع وعشان الشمس بتزيد، نشاط الفيروس وتكاثره بيقل مش بيموت. الدليل على كده ان احنا كل سنه عندنا انفلونزا كل سنه، في الصيف وفي الشتاء. لا هي بقى عايزين نفرق بين موضوع الصيف بقى والشتاء. الصيف اللي بيحصل ايه؟ ليه دايما نزلات البرد؟ اصعب الفلونزا الصيف. نزلات البرد اللي هي ايه؟ انا طبعا قاعد قدام جاي في الشارع راجع في الشمس عرقان وهدومي ميه، واروح جاي فاتح البيت مروحة، فاتح المروحه وقاعد قصادها اعطس ويجي لي الدور وكلام من ده، او اتعرض للتكييف او العيش في التكييف. يعني عشان كده حتى لما انا قلت ان الصيف لما يجي ودرجه الحراره تاثر، في ناس قالت لي الله طب ازاي؟ طب ما هو دول الخليج، السعوديه مثلا كان عندها الفيروس وهناك درجه الحراره مرتفعه. ايوه بس الناس هناك عايشين في التكييف 24 ساعه. والكويت نفس الكلام قالوا برضه. الكويت على فكره في الشتاء درجه حرارتها بتبقى 18 وكده. انا يعني بتكلم على الامارات والسعوديه، هم عايشين في تكييف، عربيه، بيت، اسانسير، كل حاجه. درجه حراره التكييف دي اللي هي 18 19 20 هي الدرجه الملائمه جدا لتكاثر فيروسات. يعني احنا بنحب نربي الفيروس في المعمل بنحطه في درجه حراره دي، فدرجه حراره فهم عايشين في التكييف. تعالي نبص افريقيا بقى، دول افريقيا، قلب افريقيا بقى. يعني كينيا، غينيا، نسبه الاصابه فيها كانت قد ايه؟ كانت متدنيه للغايه، ومعظمهم اجانب او مخالطين. فاذا الموضوع مرتبط بارتفاع درجه الحراره الشديد، واشعه الشمس. طبعا اشعه الشمس فوق بنفسجيه بتاثر على نشاط الفيروس جامد. تمام. فاذا موسمي موسمي، انما هل انتهى؟ ما اقدرش اقول طبعا انه انتهى، لكن حضرتك متفائل. خلينا مع التفاؤل. انا بتفائل بناء حضرتك على حقائق علميه مش بنجم. ايوه لا انا فاهم يعني. لا طبعا عفوا يا دكتور. لا لكن اقصد اقول لحضرتك بشكل كبير متفائل، وان شاء الله باذن الله هنعدي، بس نحافظ على التباعد الاجتماعي ونهتم والنظافه العامه. والنظافه يعني نعمل كده ونعدي ان شاء الله.